سيداتي أنساتي ساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حلقة جديدة من برنامجكم طبق النجوم. كلنا اتعودنا نشوف نجومنا وفنانيننا اللي احنا بنحبهم في التلفزيون أو في السينما وهم جوه المطبخ، وبيعملوا أكلات بتبدو إنها شهية وبتبدو إن طعمها جميل جدا. فهل يا ترى نجومنا في الحقيقة بيدخلوا المطبخ وبيعملوا أكل ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في برنامجكم طبق النجوم. النجوم ندقنا ادي الاكلات ندقهم طبقهم غير طبقنا وطبقنا غير طبقهم طبقهم غير طبقنا وطبقنا غير طبقهم. واحد فنان في طبخة وواحدة يا عيني لبكة ودي أستاذ تلبس إلا وده ما استعملش حلة. واحد فنان في طبخة وواحدة يا عيني لبكة ودي أستاذ تلبس إلا ما استعملش حلة. وده دلدق عالفانيلا 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 شوربة ومش لاقية فرخة لاقية فرخة مش لاقية فرخة. وده دلدق عالفانيلا 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 شوربة مش لاقية فرخة لاقية فرخة لاقية فرخة. الطبخ كتير دكاترة ناس فنانين وشاطرة بالطبخ كتير دكاترة ناس فنانين وشاطرة. اتفرج يلا شوفهم يلا شوفهم. سيداتي أنساتي سادتي، نجمنا النهاردة نجم محبوب من الجميع، من زملائه ومن جمهوره، وهو غير أنه هو نجم خفيف الظل في حياته العادية، لكنه فعلا بيعمل جو، بيبعث على البهجة أول ما يظهر على المسرح أو على شاشة التلفزيون أو في السينما. بنضحك من قلبنا قبل ما بيتكلم وقبل ما يقول أي حاجة، وهو في نفس الوقت في حياته الشخصية شخصيته جادة وحياته بتميل إلى الجد شوية مش كتير. ونجمنا النهاردة وضيفنا الأستاذ الممثل الكبير الأستاذ وحيد سيف. مساء الخير يا وحيد. أهلاً أهلاً أهلاً. إيه ده أهلاً. إيه ده طبق كفتة بالسيلفر بالورق الفضي مال؟ لا انا مش بتكلم على الطبق. امال ايه؟ بتكلم على انك انت ما شاء الله يعني بنمسك الخشب. ايه في حكاية الرجيم اللي انا عامله؟ لا ده ليه قصة وحكاية، ده هنتكلم فيها. بس بتلخمنيش. طب انا اسفة جدا، بس انا اصلي فعلا وانت داخل عليا حسيت ان انت انسان تاني اتغيرت. 20 كيلو هلا. 20 كيلو في 6 اشهر. برافو عليك. معقول 20 كيلو؟ كانوا هنا كلهم كرش كده. كان كيرف كده وكرش جاي من اول هنا لغايه هنا. ما كنتش البس البنطلون الا تحت، يعني تحت بطني ما اقدرش يطلع فوق. دلوقتي انا لابس البنطلون فين؟ هنا. لا ما شاء عادي. الله. الحمد لله. لا شباب 23 سنه. ايوه. طب وحيد، بس قبل ما نبتدي في الاكل ممكن تسمح لي اسالك، علشان الساده المشاهدين اللي بيشوفوك دلوقتي عايزين يعرفوا ايه اخر اخبارك الفنيه؟ اخر اخباري الفنيه ان انا يا ستي بعمل الروايه بتاعتي اللي هي كعب علي مع يسرا وحسين فهمي. هذه الرواية واخدة وقتي كله، لأن أنت عارفة أنت ممثلة مسرح كبيرة وعارفة أن أنا ممكن أشتغل، كان عندي كذا مسلسل، إنما أنا بتعب قوي حقيقي في الشغل دلوقتي. لما أشتغل مسرح وبالليل والصبح في سينما وفي تلفزيون وبتاع، هو حلو كل حاجة، إنما بروح تعبان المسرح طبعا. ومجهودي مضاعف في المسرحية دي طبعا. فالحمد لله أنا عندي عملت لنفسي برنامج بقالي 6 شهور، لان الدكتور والمدرب بتاعي انا دلوقتي مش عندي مدرب رياضي، ما رحت عشان اشتغل عشان اعمل ده كله. فقالوا لي ان يعني هو عاوز معسكر لمده 6 اشهر او 7 اشهر. وفعلا عملت معسكر، ساعدتني فيه مراتي قوي. معسكر بمعنى الكلمه، يعني اكل معسكر، رياضه معسكر، الجري، الرياضه العنيفه، رياضة المكان كله اللي في السوق اللي بتشوفيه في الدعايات ده كله عندي في البيت. عامل صالة كاملة بشغل فيها على طول. وده البرنامج بتاعي. فتأخرت شوية عن ان اقدم حاجة في رمضان واقدم حاجة. يعني انا ضحيت بحاجات في سبيل حاجات في ناس بتروح تتعالج بيها بثمن المسلسلات دي كلها. بالظبط.
يعني في واحد يروح يتعالج من سمنه يوم يصرف كل الفلوس دي. بالظبط. انا الحمد لله عملت البتاع ده، وكان المسرح عامل مساعد كويس ليا، يعني شغلي موجود برضو، انما الحمد لله تفرغت لعمليه ال 20 كيلو ده وقدرت عليهم. هي صعبه صعبه جدا. بس لو سمحت لنا استاذ وحيد، ان احنا برضو الناس عايزه تعرف ايه الخطوات، يعني ايه وانت بتعمل لنا الاكله هتقول لنا ايه طرق الرجيم الصحيحه، ايه الرياضه الصحيحه. انا بقيت خبير. ما انا بسالك على، لان انا بكلمك على الطبيعه. انا قدامك اهو، انت عارفاني بس انت معايا كتير. انا كنت راجل بكرش، عامل كده كرش، وكنت بتمثلي معايا يمكن 20 مسرحيه وشفتيني بكرش وعارفه. لو قدرت انت تجيبي بقى التمثيليات بتاعتي والسهرات بتاعتي والمسرحيات بتاعتي اللي مثلتها معاكي او مع غيرك، واخد بالك، فهتعرفي الفرق. الفرق ان انا نزلت 20 كيلو. ال 20 كيلو في الانسان اللي بيعمل رجيم، الرجيم الاكل اللي هو الرجيم القاسي اللي بيتعمل ويقول لك باكل موز بس وباكل مش عارف، ده غلط. غلط، ده ضعف بقى، يبقى عيان، يبقى جاي لك كده، مش جاي لك. لا احنا ما شاء الله بسيدي. حتى بشرتك ولونك بس راح، ده في نضاره، اللودر راح. راحت الكبيبه اللي هنا، لا وفي نضاره في الوش، نضاره من الرياضه. بالظبط، من الرياضه. فانا انصح كل واحد عشان يعمل البرنامج ده، اولا لازم يكون عنده واحده ست تفهم العملية دي. يعني ست، اولا مراتي مش اكولة. يعني ازاي هي كده من بختي ان هي تعمل معايا الخطة دي وما تكونش محرمهاش. بالظبط. محرمهاش من اكل. بالعكس هي كمان خست، لان هي بتاكل من اكلي والاكل عجبنا احنا الاثنين. واي واحد هيستمر في الاكل اللي انا باكله دلوقتي هيعجبه قوي، هيحس ببطنه حاجة، شيء تاني جديد خالص. وجديد في كل معاملاته، وجديد في حياته، وجديد في كل حاجه، لان واحد تخينه بقى رفيع، واحد بكرش وبقى من غير كرش وبطنه في ظهره. اكيد الحاله النفسيه كلها، الحاله النفسيه دي تعبتني كذا مره، لان بقف قدام المرايه اعمل كده واعمل كده واعمل كده، الله تعالي شوفي ايه، فين ده، ايه ده، الله بتجنن، حصل لي، الله، ده انا كنت اقف في المرايه الاقي حاجه ورجلي رفيعه وشايله كرش كده زي الكاريكاتير، الله ايه اللي حصل لي. فده بيحصل، عاوز اتزان شويه، عاوز واحد يبقى ايه، لا عايز اتزان وعايز قدره برضو، قدره على الاراده بقى. الاراده ايه بقى؟ اقول لك اهم شيء، ما انا بحب اتضح ان ما فيش حد يعمل رياضه وهو اكل، يعني هو واكل بعد ما ياكل يعمل رياضه غلط. هو اول ما يقوم من النوم يبدا رياضه، هو على بطن الريق كده، وبعدين يبتدي بقى ايه، ياكل. ياكل الاكل اللي هو مكتوب له، اللي هو مش اللي هي هتقول لنا عليه، يعني انا ممنوع يدخل الرز والمكرونه البيت. احنا في معلومه عرفناها انه الزيوت المستخلصه من النخيل اللي ممكن تستعملها كزيت وتستعملها كسمنه لو اتحطت في درجه حراره معينه، يعني الزيوت دي فعلا بتبقى خاليه من الكوليسترول، وبتعمل نضاره في الوش، زائد بتعمل فوائد كتيره جدا. بس يعني احنا دلوقتي حاليا بننصح فعلا كل الناس انها ممكن تاكل بالزيت. انا اعرف كنت زمان من سنه كنت بعمل كوارع مخليه، يعني اطلع الزبد بتاعت كوارع مخليه واحطها املى بيها طبق مليان واكل. بس دي مش دهون، ده جيلاتين. لا بس ولا برضو لا بتدخل جوه الكوليسترول. لان رحت بقى للدكتور عملت تشيك اب فلقيت عندي كوليسترول مرتفع جدا اكتر من 500، فتخضيت. اتخضيت بعد شهرين من الممارسه ومن كلام الدكتور وتطبيقه، نقصت على طول 100. وبعدين 100 في، وبعدين بقيت خلاص بقيت طبيعي، خلاص اتعودت على نوعية السكر الأكل. كان 270 خلاص بقى 110 خلاص، انت لنوعيه الاكل دي. والرياضه مهمه جدا، الرياضه، المشي مهم جدا مع الرياضه العنيفه بعد كده. عارفين انت في ناس بتتعب وبتتضايق، لا امشي 3 دقايق الاول، وبعد كده بعد شهرين او ثلاثه بتبدا ممارسه رياضه اخرى مع المشي. المشي بيبدا وبعدين بتبدا الرياضه الاخرى. وبعدين انا عاوز اطبخ، انت ايه حكايتك؟ انا اسفه جدا، لا انا اصلي لا بس الموضوع بجد شيق جدا، هو شيق ده، عاوز حلقه ثانيه في حته ثانيه بقى. انا وانت نتفق نشوف ايه نقوله فين ونجيبه. طب اتفضل هنا حضرتك عشان تبقى قريب من حاجات. شفتي فين؟ والله ما شاء الله، ما شاء الله بجد، دي ما شاء الله، ربنا يخليك، يعني ربنا يديك الصحه. انا عندك شفتي الجمال الجميل، حتى الطبق شكله شكله جميل وحلو، وشكل الكفته زي المارون جلاسيه. وبعدين عاوز اقول لك حاجه كمان، ده عمله بسيطه، يعني مش هياخد معاكي وقت في المطبخ، وفي نفس الوقت هتحبيها جدا، واكله خفيفه، اكله خفيفه جدا، ودي اكله داخله جوه الرجيم برضو،
انها زيت وما فيهاش اي دهون او حاجه من دي. حاجه كفته عاديه لحمه واخد بالك، عاديه جدا مفرومه ما فيهاش اي نوع من اي كوليسترولات. أيوة. واخد بالك، سيبي ده بقى لان ده ممكن احطه لي هنا دلوقتي. انا هبدا معاكي في ابدا من الصفر. من الصفر. ايه الصفر بقى عندي؟ يا ستي ده عندي بصل كويس، كميه البصل البسيطه دي انت عارف طبق صغير. اهواك واتمنى لو انساك وانسى روح. لا ده انا اللي بغني، لا انا احب اغني في المطبخ قوي. يا سلام، والله العظيم ما اعرفش، وفي عز الطبخ احب اغني تصدقي. يعني انا بغني في اي حته في البيت، يعني مش ضروري المطبخ بس. مش عارف الغنى بيحسسني حتى لو اسمع، لكن لما بغني انا بيبقى صوتي احسن طبعا. طبعا. فبحس بحط البصل هنا. واهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي. وحيد انت بتحب تدخل المطبخ كهوايه ولا بتدخل بتبقى مضطر ان انت تعمل حاجه؟ لا انا كل حاجه عندي هوايه، لو ما كانتش هوايه ما ادخلش. ادخل ليه؟ اللي دخلني ايه؟ انزح مثلا؟ ادخل انزحها؟ لا يعني مضطر المدام مش موجوده وانت عايز تعمل اكل. لا وهي موجوده برضو ممكن ادخل وادخل معاها. وهي هي طبعا شاطره جدا وبتعمل اكلات لبناني وبتاع واكلات شامي. طب ما الاكلات اللبناني دي برضو لا هي بقى جداً. لا بس هي عرفت ازاي تعمل الاكل بتاعها من غير برضو كوليسترولات والحاجات دي ودهون والحاجات دي، فبقينا احنا متفقين ازاي اكل. ما تتصوريش قد ايه هالة الجبنه القريش دي خطيره. جميله قوي. وما تتصوريش انك انت ممكن ده، انا بحط دلوقتي اللحم المفرومه على البصل. على البصل كوي. بس انا غلطت شويه عشان كلمتك، كنت لازم الاول اشوح البصل واخد بالك. معلش بسيطه جدا بشيل انت عيش مع نفسك وغني وكله وانا واخد بالك. ف الجبنه القريش على فكره بقول لك عليها جميله جدا. وبعدين في حاجه تانية، في ناس احيانا ما بتحبش اللبن الزبادي. يا عيني على اللبن الزبادي. ادي يا ستي ولعت البوتاجاز، هحط بقى دلوقتي البصل يتشوح وبالك. وبعدين ايه؟ مش هتحط له شويه زيت؟ هحط له شويه زيت بس انا في الاول دي طريقه يتشوح من غير الزيت. لا بشوحه بالزيت برضو. بس ايه بحطه الاول ايه، والزيت ايه بسيط مش كتير يعني. شويه زيت بسيط. كنا بنقول ايه؟ كنا بنتكلم على اللبن الزبادي. ما كلمتكيش انا بقى بس بتشرح ازاي قدامك لغايه ما تحمر وتبقى حلوه. ما كلمتكيش انا على حكايه الجبنه القريش بقى. الجبنه القريش دي احسن 100 مره بقى من الجبنه البيضة. الجبنه القريش ممكن تتعشي بيها. طبق جبنه قريش صغير عليه شويه قوطه وبعدين شويه زيت زيتون. تبقى جميله قوي طبعا. وتروحي بعد كده اكل اي كميه من اللبن الزبادي، ثلاثه اربعه خمسه، ما يكونش اي ضرر. يا سلام. لا 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 بس نشيل ال شيل المسكوت ده. دي معروفه انا مش واخده بالك. واك واتمنى لو انساك. يا سلام يا انا مش عايزه اقطع لك استرسالك في الغنى اللي شفته اللي شفته، وبتنقل على كذا اغنيه يعني مش اغنيه. لا ده انا بص انا اسطوانه مشروخه مكرره على نفسي يعني مش عليكي. لان بقول الاغنيتين ثلاثه دول في البيت على طول، فاللي قاعد معايا يعني يمكن ما بيقوليش يعني اللي انا تعبت منك يعني ذوقا، انما انا بقولها على طول واخد بالك. شوحنا كويس خلاص بقت حلو كده. خدنا ده عشان يعني خليه كده حتى، واحنا باخد دي كده احطها هنا واخد بالك. وامسك بقى ست اللحمه المفرومه اروح حاططها هنا كلها كويس واخد بالك. يعني شوحنا البصله، شوحنا البصله شويه زيت وشويه زيت وحطينا اللحمه المفرومه النيه وبدانا نهرسها كده ونعمل لها ميكس مع ايه؟ مع البصل لغايه ما تبقى زي ما هي قدامك كده. اللي شفته اللي شفته. انا اسف جدا. لا لا انا مستمتعه جدا. انا لا لان انا بستمتع بالغنى يعني مش واخدها كده يعني لا عشان برنامج لا انا في كل حته اغني كده مع نفسي. قبل ما تشوفك عيني يا عيني يا عيني الله يخليك يا هلا
الله يخليك. استحمليني. لا يا حبيبي انا استحمليني، انا شايف رنت يعني سخريه في صوتك. لا لا اعوذ بالله. والله لا والله سخريه. لا اعوذ بالله. ما بتقولي الله والحاجات اللي بتعرف النصح. لا يعني بجود لك الحمد يعني. لله جودي. شفتي بقى ستي؟ ايوه. بعد ده اروح ماسك كل الكميه اللي عملتها دي طبعا احطها هنا واخد بالك عشان تبتدي تعمل. عشان ابتدي بقى ايه اعمل ايه السيلفر. مش هتحطي لها لسه بقى. انا اسف انا ما احبش حد بقى يوجهني. لا مش بوجهك، جايه لا لا انا احب بقى ايه شويه فلفل يعني شويه البهارات يعني الملح انا ده بالك بس هم دول المحب. يلا يلا ده ساعات ناس حطوا عليها زعتر كمان. تبقى جميله. بتبقى حلوه قوي. فهنا بقلب واخد بالك وابدا بقى، مع ان الاكله دي على فكره انا خاف منها. ليه؟ مش عارف يعني شكلها شكل اللحمه، انا كرهت اللحمه خلاص. انت كلش لحمه خلاص؟ لا خلاص. حفله سهره عند ناس اخد قطعه لحمه قد كده، ده كل شهر كل فين وفين. فاسمي كارت لحمه، اخد معلقه قد دي، اخد بيها معلقتين رز. معلقتين رز ما انت هتتخدم ما تدخل كمان وديها معلقتين رز. لا مش حاجه يا هاني. وممكن اخد بصي شويه مكرونه قد كده، صلي على النبي مالك، مكرونه قد كده برضه. يبقى ما حرمتش نفسي من المكرونه وما حرمتش من نفسي من ايه؟ الرز. والله يا انت هايله والله العظيم، والله هايله وتعملي جو حلو والله العظيم. جو 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 والله. انا قاعد مع ايه؟ واقف مع انسانه كلها شعور ومشاعر والله، كلها احاسيس. المدام طبعا. لا انت يا حبيبتي، انت ست جميله. ربنا يخليك يا وحش. احساسك حلو. انت عارف ان انا يعني طول عمري بصراحه بحبك جدا. الله يخليك يا حبيبتي. و بس بقى أقول عشان عاوز اقول لك حاجه. ابدا بقى في السيلفر يا ريت. على فكره انا بقف مع خلود كتير قوي في المطبخ. والله بتعمل ايه؟ تعمل ايه بقى هي اولا؟ لا انت بتعمل ايه؟ لا انا الاول ابص لها اشوفها بتعمل ايه. هي غاوي قوي السيلفر. غاوي قوي ده الـ 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 الورق الفضي ده كل حاجتها بيه. حتى اما انا بعمل شيشه في البيت بتعمل لي الراس بتاعت الشيشه او الحجر زي ما بيسموه في مصر، الحجر بتعمله بده السيلفر. يبقى ما تقول لي ده تخرمه خرمين كده وتحط عليه النار ده ولا يطلع بقى ازعاج للبيت ولا يطلع ده ما تغطي ده واحنا مالنا بالشيشه بقى، احنا هنقعد بالشيشه نتكلم. لا ما تقلق. اول مره تحب يا قلبي اول اجيب لك حاجه تعمل. استنيني اعملي معروف لان انا ايه. انا بص بقى هاخد دي واخد بالك وابدا اعمل بقى صباع الكفته بقى واخد بالك. واحده واحده كده على مهلي وبذوق. ما تبيش عنيفة على السيلفر. خد بالك ابتدأت اعمل اول واحدة شكلها بيبقى جميل قوي. ايه رأيك؟ جميلة شكلها اجمل زي البونبوني. من الكفتة لا زي البونبوني. ادي واحدة بجيب طبعا. تسمحي لي يا هالة؟ حاضر. عادي اتفضلي. ده ببدأ احط واحدة واحدة وابدأ مع التاني وهكذا. خد بالك اعمل التاني. حياتك وعيونك ما في ايه يا هرف ايه صحيح؟ ايه البرنامج اللي مليان ايه ده؟ ايه ده انت جايه تهزقينا ولا لا 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 والله سيبي العملية تمشي طبيعي. والله ماما ده طبيعي. شفته اللي شفته كرارة قبل ما تشوفك. ايوه حبيبي هو الحركات دي هتدخل الفرن ولا حاجه؟ لا مش الحركات دي كلها هتدخل الفرن بعدين. بس انت عقلي وخليك عاقله وخد بالك واصبري لغايه ما اخلص لك ايه العمليه دي. احسن دي عمليه سودة. وعاوزه صبر ايوب، عاوزه صبر ايوب لان العمليه مش سهله. العمليه مش سهله، مش سهله ابدا. مشيت على الأشواق وجيت لأحبابك
عارف ايه وداك تقول كيف فيها السيجاره بس انا كيف السيجاره بالظبط لا يعني الله يديها تلخمي قبيله بحالها والله يا ده انت ملخمه والله ملخمه ما شاء الله ربنا يكرمك ازاي روايتكم عامله ايه كويسه بلاش الاسم احسن نقول دعايه ولا هنا مفيش دعايه بلاش الاسم صلاح السعداني عامل ايه كويس كويس الحمد لله وسعاد يونس عامل ايه جميله بس روايه جميل ما شاء الله ربنا يكرمكم بيها يا رب انا ممكن احط لك ده كده عشان ما توسخش هنا يعني عشان ما تقوليش بس كده ايوه عندي كده تعالى تعالى تيرا لا لا وحيد انا حاسه ان انا هطلع اقعد على التليفون انا اعملها فيك استني كده اهو اهو شفتي بقى احنا يعني على قد الطبق يعني مش ضروري نعمل ده كله والا احنا نعمل ثلاث اربع اطباق المفروض ان انا ومراتي بس انا وخلود بس اهو بصي اهي اهو بس كفايه طب ما على قدنا ما بتطلبش منك تعمل لها كده اكله مصري والله بصي طبعا ما اقولكيش ان احنا ما عندناش طباخه عندنا طباخه انما خلود بتقف معاها كتير وانا ان جيت الحق المطبخ بالنسبه لي يعني بدخله احيانا يعني عارفه امتى؟ لما عاوز اغني اهواك واتمنى لو انسى اسمع ناس كتير بتحب تغني في الحمام بس في المطبخ يا ست ما بيغني في كل حته هو يعني المطبخ حرم ما ده الغاوي وهوايتي اسيبها ليه؟ لا ما تسيبهاش لا انا عاوز امال مالك في ايه يا غالي؟ مفيش حاجه في ايه يا غالي؟ لا صحيح امال ايه اليوم اللي فايت ده؟ خلينا نكمل خلاص دلوقتي خدنا الصينيه الجميله دي لو سمحتي لي بقى تعالي من هنا حاضر ممكن هدخلها الفرن دلوقتي الفرن والع اهو واسيبها بقى شويه عايزه ايه يا هاني عايزه ايه لا صحيح عايزه ايه اسئلتك كتير عايزه ايه اسالي سؤال اي سؤال قولي اي حاجه تحب نرجع للموضوع اللي انت بتحب تتكلم فيه دلوقتي اللي هو ايه اللي هو ايه ايه الرجيم الرجيم ده بقى ايه بقى الاكلات اللي بتاكلها دلوقتي اول حاجه لازم الراجل الست اللي هي بتعمل رجيم طبعا لازم يساعدها راجل يكون جوزها او يكون قريبها او يكون حاجه يساعدها في انها تحافظ على رجيمها بمعنى ان ما يكونش هو كرشي قوي بياكل كل حاجه ويحطها قدامها ويحرمها وهي عاوزه تعمل رجيم وهو يغرزها ياكل بقى 5 كيلو حاجه وياكل بقى ويبقى يعني لا لازم هو يبقى كمان عامل واخد باله وحاسب على شعورها ومشاعرها في الاكل فيبقى رقيق شويه لان الرجيم عاوز رقه يعني طبعا. انا بقى بالنسبه لي لقيت زوجه او مراتي هي عملت لي هذا الرجيم او عملت لي هذا النظام في الاكل بقت ملتزمه بيه العيش ملتزمه بيه وبعدين يعني لو بعمل رياضه في البيت تبقى واقفه معايا برضو ما اعرفش هي جت كده صدفه ان احنا عملنا المعسكر ده لما لقيت نفسي بدوخ احيانا يعني واقف على المسرح الاقي نفسي بدوخ الا ايه الحكايه ادخل اتوليت كتير حاجات كتير قالوا لا نعمل تشيك اب عملت تشيك اب لقيت سكر مرتفع وكوليسترول مرتفع والدكتور لما رحت له بالروشتة هوب 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 قال لي ده احمر ده خطر وده خطر وده خطر وده خطر ايه حكايتك ازاي انت بتعمل كده قال لي لا انت تقف تعمل رياضه تعمل الاكل الفلاني واعطيني الورقه بالقائمه والممنوعات والمرغوب فيه اكله ايه طب احنا ممكن ناخد فكره عن ايه الاكلات اللي بتتاكل في الرجيم طبعا مش كل واحد زي التاني بس ايه الحاجات اللي انت بتركز عليها هو اولا انا كرهت اللحمه لان انا من كتر يعني ما بسمع وبقرا وبشوف في الدش او في قنوات فضائيه ان اللحمه في ناس استغنت عنها في ناس في العالم كله استغنوا عن اللحم وكان لها بدائل فاستغنوا عنها لما استغنوا عن اللحمه البدائل خدوا عليها زي اللحم الابيض الفراخ البلدي الفراخ اللي هي بتتسمن دي البيضه اللي بتبقى قد الخروف دي مشكله لا دي مش فرخه دي انت بتاكلي عجل يعني فتجيبي الفرخه البلدي بتبقى جميله زي الدكتور ما قال كل نص فرخه هي الفرخه دي نص فرخه فتاكليها دايما الشوربه بتاعت الفرخه جميله جدا ده بدل البرتقال مثلا تصوري دي يعني تشربي في اليوم شوربه منتي جميل قوي مع شوب الليل
او في اي وقت من النهار قوطه طماطم شوب الطماطم ده هو ودبال الخس والجرجير والخضروات دي كلها مع البصل في الفطار والبصل في نص النهار. البصل ده حكاية بقى للعينين والكل وكله. انما الخس والخضروات دي كلها جميلة والخيار جميل كل الحاجات دي يعني واحد الاسماك بقى هي الجمبري لا الجمبري لو خدت اتنين جمبري او حاجة او جمبري لا استنى هقولها والله هقولها والله انا قايلها لو خدت مثلا سمكاية وجنبها دي النيلة خلاص يا ست جمبرية جمبرية لو خدت جمبرية واحدة فكويس تعدي وهذا بالك لان جمبري كتير لا وهذا بالك فده الارنب جميل قوي لحمة بيضة الفراخ لحمة بيضة السمك لحمة بيضة المرجان حلو البوري حلو واحدة بس وبعدين احنا هنجوع الناس ولا ايه يا ست طلع حالك بقى ان شاء الله شفتي يا ساتر دي كل كفتايه بقى بس الاول ايه هقول لك حاجه الاول بقى انت تقدري تعملي على فكره انا مش جايب يعني الخضروات والحاجات دي اما بتيجي عليها بتبقى شكلها جميل وشويه جزر شويه جزر ها انا طبعا في ناس تقول لي حط شويه اشاني على شويه شويه زلط طب انا ممكن افتح امال ما شاء الله ربنا يكرمك خلي بالك سخنه جدا اتفضلي وذن از بيت جيف تو مي تو ديك ذا ساندي شور ماي هولز وير امتي لايك ا كاب يا عيني يا عيني على الغنى يا عيني ما دوميو تنصح اي واحد فينا انه ياكل كام جمبريايه في اليوم لا كل يوم جمبري لا ولا واحده ده مره في الاسبوع ياخد اتنين جمبري اذا يعني اراد انما هو عدم تناول الجمبري احسن لان عندك مثل الاسماك كلها فيها حاجات جميله قوي البوري حلو بس كله يتشوى يعني ما تروح عند سماك او في الاسطوره السمك يقول لك اشوي السمك بس الجمبريايه لا يعني الجمبري هذه النيله انت بتسحبيني يا هاله في الكلام وانا انت جايه صيده مثلا والله العظيم جايه بتعملي بالنيله انا شخصيا انت امتعتني جدا 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 انت عارف قد ايه انا بحبك الله يخليك يا حبيبي كممثل وكانسان الله يخليك والله العظيم يا وحيد واكيد الساده المشاهدين طبعا استمتعوا جدا بالحلقه دي مش مهم الاكل طبعا يعني بصرف النظر عن المهم وجودك انت وجودك انت الله يخليك والله يا وحيد الله يخليك وانا متشكره جدا ان انت شرفتنا وانستنا في البرنامج ده و انا سعيد برضه بصرف النظر عن الاكل مش دي مش دي القضيه لا انت هتاكليها بعد ما امشي يعني انا عملت لك اكل هتتعشى بيها ان شاء الله بس عاوز اقول لك حاجه أتفضل. انا سعيد جدا وارجو من ربنا يكون الجمهور يعني ابني واستساغ كلامي بالنسبه للرجيم والناس التخان يقدروا او اللي سمنهم يقدروا ينفذوا البرنامج اللي انا عملته بس تبقى عندهم الاراده بتاعت وحيد سمن الاراده بتاعت اي واحد كاتله الاراده دي وسيداتي انساتي سادتي بعد اللقاء الجميل الممتع مع فناننا المحبوب النجم وحيد سيف بننهي حلقه النهارده من برنامجكم طبق النجوم والى لقاء اخر في طبق النجوم النجوم ندهنا ادي الاكلات 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 ندوقهم طبقهم غير طبقنا وطبقنا غير طبقهم طبقهم غير طبقنا وطبقنا غير طبقهم واحد فنان في طبخه وواحده يا عيني لبخه ودي استاذ تلبس الله وده ما استعملش حله واحد فنان في طبخة واحدة يا عيني لبخة ودي أستاذ تلبس لا تستعملش حلة وده دلدق عالفانيلا 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 شربة ومش لاقية فرخة لاقية فرخة مش لاقية فرخة وده دلدق عالفانيلا 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 شربة مش لاقية فرخة لاقية فرخة لاقية فرخة الطبخ كتير دكاترة
ناس فنانين وشطرة في الطبخ كتير دكاترة ناس فنانين وشطرة اتفرج يلا شوفهم في المطبخ يلا شوفهم اتفرج يلا شوفهم في المطبخ يلا شوفهم اتفرج يلا شوفهم